يا مساء الصحة ويا مساء العافية ويا مساء السعادة والبهجة على أحلى وأجمل مشاهدين ومتابعين في الدنيا كلها. النهاردة حلقة مهمة جدا يا جماعة، وحلقة خاصة جدا من برنامجكم مع سوربامات. النهاردة هنقدم معلومات صحية هايلة جدا مع صاحبة الأصابع الذهبية، بتعمل أطعم وألذ الأكلات بطريقة صحية وآمنة. معانا الشيف رحاب أحمد. أهلا بحضرتك يا شيف رحاب. أهلا بك يا أستاذة دينا، زي حضرتك منورة الدنيا. تسلمي حضرتك، ده نورك. طبعا كلنا عارفين يا شيف رحاب إن في رمضان مركزين معظم البيوت، ومعظم أو 90 هنقول 90% من رباط البيوت على الفطار وعلى السحور بطريقة مش صحية 100%. وطبعا بيركزوا لنا في العزومات على الديزرت، الحلويات في الفطار وفي السحور، وكمان الأنواع والألوان الكتيرة قوي للمشروبات، ده بيبقى فيها نسبة سكر عالية قوي. بنلاحظ بعد انتهاء رمضان الوزن زايد جدا. عايزة أعرف هل ممكن أعمل عصاير سخنة أو ساقعة باردة ونحليها بطريقة آمنة ووزننا ما يزيدش، وإيه بديل السكر في وجهة نظرك؟ أكيد طبعا يا أستاذة دينا، احنا عندنا النهاردة ما شاء الله منتج اسمه سوربامات، ده منتج فائق الجودة من مصدر فرنسي. فيعني عايز اقول لحضرتك ان المعلقه فيه او الواحد جرام فيه الموجود في الكيس بيعادل معلقه من السكر الابيض العادي، ده غير ان هو خالي من الاسبرتام، خالي من المواد الحافظه، خالي من السعرات الحراريه. يقدر يستخدمه الناس اللي عندهم سكر، والناس اللي بيستخدموا او بيعملوا حميه غذائيه يقدروا يستخدموا السكر ده بكل امان. طب كنت عايزه اعرف بقى الوصفات الحلوه اللي هنبدا بيها النهارده، ونبتدي بقى نمد مشاهدينا بالمعلومات الامنه والصحيه. هنعمل النهارده ان شاء الله كنافه بالكريمه، طبعا بمنتج اللي هو سوربامات السكر الامن، اللي هو البديل السكر الامن او الدايت، بديل السكر العادي اللي هو يعتبر سكر دايت خالي من السعرات الحراريه. ومن مميزات السكر ده يا استاذه دينا ان هو يعني بيستحمل درجات الحراره العاليه، ممكن نعمل بيه مخبوزات، ممكن نعمل بيه كنافه، ممكن نعمل بيه كحك العيد والبسكوت والحاجات اللي احنا بنحب نعملها في رمضان. طبعا احنا داخلين على عيد كمان يا شيف، يعني البيتي فور والكحك والبسكويت والغريبه، احنا داخلين على كميه سكر يعني جامده جدا. ده حقيقي. فاحنا محتاجين فعلا نستخدمها بذكاء وبوعي. فللادراك سوربامات هيكون امن وهنقدر نستمتع بالحلويات الحلوه. بالظبط. اتفضلي. يلا معانا النهارده بقى نص كيلو من الكنافه، هنعمل بيه صينيه كنافه بالكريمه. وقبل الهواء احنا كنا محضرين الكريمه بتاعه الكنافه، بتاعت كوبايتين من اللبن وعليهم معلقتين كبار من النشا، بندوبهم على البارد وبعد كده بنحطهم على النار لحد ما بيكونوا بالقوام ده. طبعا انا عاملاهم قبل الهواء عشان هم المفروض يكونوا باردين قبل ما نحطهم في الكنافه. ست البيت بقى بتجيب صينيه كده وتحط فيها طبقه الكنافه تحت بدون اي سمنه ولا اي حاجه خالص، ما تغلبيش نفسك. بنجيب بقى السمنه كده ونبتدي نحط، لان احنا يعني الحلقه بقى كلها كده خاصه بالدايت وبالسعرات الحراريه العاليه، فاحنا مش عايزين سعرات حراريه عاليه في كل حاجه، في اي حاجه حتى في السمنه. ما نحرمش نفسنا يا شيف. بالظبط. ما نحرمش نفسنا وفي نفس الوقت نتعامل بذكاء وبادراك ووعي. بالظبط. يعني نحط بحدود بمحدوديه في السمنه وسوربامات كمان ما نزودش فيه. بالظبط. فاحنا عملنا الكنافه حطيناها بدون اي ماده دهنيه، وبنرش بس عليها كده شويه بسيطه من الماده الدهنيه بتاعتنا اللي هي سمنه او زبده. سمنه او زبده او زيت، لكي حريه التصرف. بس السمنه البلدي بتدي طعم اطعم، والسمنه البلدي طبعا صحيه اكتر حاجه، صحيه اكتر حاجه لو هنقدر ان شاء الله نجيبها. هنحط بقى الكريمه بتاعتنا في النص، وانا قلت ان هي لازم تكون بارده. هنبتدي ننزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفردها بقى كده بطريقه بسيطه، ونحاول ان احنا ما نروحش على الحروف عشان الكريمه دي لما تتعرض للحراره ما تتحرقش مننا. تمام. نملى المكان كله بتاع الكنافه بدون ما نحرق الاطراف او نجيب على الاطراف عشان ما تتحرقش. بالظبط. طيب اثناء ما احنا بنعمل الكريمه كده يا استاذه دينا او بنعمل الكنافه، احنا هنحضر معانا العسل بتاع الكنافه اللي هو الشربات. من منتج السوربامات بتاعنا. تمام. فكنا بنقول ان في عبوه يا جماعه اقتصاديه نازله رمضان مخصوص، والعبوه دي بيكون فيها الكيس بيبقى 10 جرام، وبيكون ان هو تقدروا ان انتوا تستخدموه للعسل بتاع الحلويات بتاعه رمضان. هنحط يا دوبك بس هم معلقتين، يعني مسابه معلقتين، ادي معلقه وادي الثانيه وعليهم كوبايه من الميه.
عايزه اقول لحضرتك ان ال 200 جرام من منتج السوربامت بيعادل كيس كامل كيلو من السكر الطبيعي. الله، حلو جدا، هايل، يعني اقل من ربع كيلو بالزبط. 200 جرام يعني حتى ما حصلش يا جماعه، ما وصلش 250 جرام بالظبط. ده اقتصادي كمان وموفر وصحي كمان. انا حطيت اهو كوبايه ميه على معلقتين السكر اللي احنا حطيناهم بتوع السوربامات، وهنحطهم على النار عبال ما الكنافه بتاعتنا تطلع من الفرن، هيكون العسل بتاعنا او الشربات اتعمل. بنسقيها يا شيف بقى الشربات بينزل على الكنافه وهي سخنه ولا عادي لما تبرد شويه؟ هو يفضل ولا زي البسبوسه؟ لا، هي البسبوسه بس اللي بيبقى ده سخن وده سخن، لكن الكنافه بيكون الشربات سخن والكنافه برد، او الكنافه سخنه والشربات برد، يعني اي حاجه فيهم تكون برد. ملتزمين قوي زي البسبوسه؟ لا، اي حاجه فيهم برده والتانيه تكون سخنه، لان لو حطينا سخن على سخن الكنافه بتاعتنا مش هتطلع مقرمشه، احنا البسبوسه مش بنحتاجها مقرمشه، لكن الكنافه لازم تكون معانا فيها سنه القرمشه دي اللي احنا بنحبها كده. فنبقى براحتنا. فعشان لو بردت عادي، لو الشربات برد عادي، لا الكنافه تبرد الشربات يبقى سخن، يعني طيب. حاجه عكس حاجه. اوكي، فبنغطي بقى كده طبقه الكريمه بتاعتنا، ونحاول ان احنا نغطيها كويس علشان ما يظهرش الكريمه عندنا على الوش وتبتدي ان هي تتحرق في الفرن. لو غطيتيها كويس مش هتتحرق. احكي لنا عن مميزات السوربامات، يعني شوقينا اكتر ان احنا نقدر نستمتع برمضان وناكل الاكل الحلو والممتع، يعني الحلويات بطريقه امنه وصحيه، وفي نفس الوقت يعني ما فيش اضرار، ملوش سايد افكت. احكي لنا اكتر عن سوربامات. عايزه اقول لك يا استاذه دينا ان سوربامات ده يعني يكفي ان هو منتج عالي فائق الجوده فرنسي، ده اولا. ثانيا هو بيتحمل درجات الحراره العاليه، ولما نستخدمه في العسل او درجات الحراره العاليه ما بيغيرش طعمه، ما بيمررش، ما فيهوش نسبه مراره. نسبه التحليه فيه اعلى بكتير من اي نسبه سكر تانية. طبعا ما فيهوش اسبرتام، وده حاجه مهمه جدا كلنا بنخاف منها في جداً. السكر الدايت العادي ما فيهوش مواد حافظه، فلا عندنا بقى منه 3 عبوات، او موجود منه 3 عبوات عندنا في الشركه. بيبقى اول عبوه بيكون 50 كيس، الكيس فيه 1 جرام، وبينزل عليها 5 فريم. حلو قوي ده بقى، حلو لو احنا في الشغل، لو احنا خارجين بالزبط. نفتح الكيس ونحطه في المشروب السخن بتاعنا او الساقع او اي وات. 1 جرام فيه يا استاذه دينا بيعادل معلقه من السكر، ومعلقه السكر دي 4 جرام، فيعني انت ممكن ما تستخدميش الكيس ال1 جرام كله في قلب الكوبايه. عندنا العبوه الثانيه بتكون 1.5 جرام، والعلبه بتكون برده 50 كيس، وعليها 5 برده فري. تمام. وعندنا العبوه الثالثه بقى بتكون 10 اكياس، كل كيس برضو 1 جرام، فيها 100 كيس، كل كيس 1 جرام. ودي بقى العبوه الموفره اللي نازله من سوربامات. وما ننسيوش طبعا بقى العبوه بتاعه رمضان اللي هي بقى الكبيره، ما شاء الله، دي اللي هي بتقعد مده كبيره بقى. بالظبط، ما شاء الله. الكيس فيها بيكون 10 جرام، وبيكون فيها 10 اكياس. وكمان احنا لما هنستخدم، وده الكيس اللي هو يصلح للحلويات ايضا ولصناعه الشربات ولصناعه اي حاجه احنا عايزينها، بتدخل الفرن بتتحمل درجات عاليه. دوت كميه بتاعته قد ايه؟ الكيس ده 10 جرام 10 جرام ما شاء الله شكله اكبر. لا الكيس ده بتاع الحلويات اللي هي بتاع الحلويات اللي هي بتاعت العسل والكلام ده. انا بتكلم على اللي هي العبوات اللي المغلفه اللي الناس تقدر تاخدها معاها في الشغل، الست البيت عايزه تعمل كوبايه سريعه بتقدر تستخدم الكيس ال1 جرام، والكيس كمان بيكون كتير، يعني ان هو تحطيه على الكوبايه كلها. حلو جدا، ما بيأثرش على الانسولين بقى حضرتك شيف، يعني عارفه ان كتر الحلويات بيرفع الانسولين بطريقه مضره جدا، وممكن كمان يعرضنا لا قدر الله من كتر طول 30 يوم كل يوم ديزرت، كل يوم مشروبات حلو يعني حلوه، ايش يعني مره خروب، مره تمر هندي، مره دوم، مره سوبيا، مره يعني كل مره بنجدد وبنزود نسبه السكر. مع الانسولين بيرتفع كمان الانسولين في الدم. بنتعرض في اخر رمضان لا قدر الله الناس اللي بيستخدموا السكر الابيض بدون حرص وبشراهه، بيفاجئوا لا قدر الله بارتفاع او بمشكله في السكر، او السكر مش منتظم، او الانسولين حصل فيه مشكله. فده انت شايفه من وجهه نظرك ان ده كمان هيطمنا على صحتنا؟ اكيد، لان هو يعني اكتر حاجه فيه ان هو خالي من الاسبرتام وخالي من المواد الحافظه، والحاجتين دول دايما الناس بتخاف منهم في السكر الدايت. اللي هو الاسبرتام علشان عمليه التكميم وقص المعده بالزبط. وهندخل في يا جماعه يعني هنخش في مشكله يعني
فظيعه جدا، وزياده الوزن بتاثر على صحه الستات عموما والبنات اكتر من الرجاله كمان. يعني الرجاله بيحبوا شكلهم يبقى كويس جدا، بيحبوا يروحوا الجيم، بيحافظوا بالحركه وبالحرق لان هم دايما بيعتمدوا في حرق السعرات على الحركه ونزولهم وخروجهم. سيدات البيوت معظمهم بيبقوا قاعدين في البيت ربات منزل، فكتر الحلويات دي ما بيتحرقش، فبتيجي تكتشف في نهايه رمضان ان وزنها زاد جدا، بيتجهوا بقى لعمليات تكميم وقص معده وعمليات جراحيه يعني صعبه جدا، فيها خطوره كمان على حياتهم. بالظبط. ففعلا يا جماعه احنا من الاول ومن الاخر نحاول دايما يبقى في التزام وانضباط في استخدامنا للسكر. السكر الابيض دلوقتي البديل بتاعه بقى اسبرتام. اللي لسه فاتح دلوقتي الحلقه ولسه ما يعرفش ايه اسبرتام وايه هو عباره عن منتج ايه، ممكن حضرتك تراجعي معانا تاني. تمام. الـ يعني عرفينا ايه اسبرتام. احنا قلنا هو خالي من اسبرتام، هو خالي من سوربامات. اهم مميزاته للي لسه فاتح دلوقتي القناه. عايزين نقول ان احنا معانا النهارده يا جماعه في الحلقه منتج قوي جدا، فائق، عالي الجوده، من مصدر فرنسي، هو سوربامات، سكر سوربامات، خالي من الاسبرتام، خالي من المواد الحافظه، منتج فائق الجوده، بيخش درجات حراره عاليه، وعند الاستخدام لا يسبب مراره خالص في البق. يعني معروف ان السكر الدايت العادي لما بنستخدمه بيبقى فيه سنه مراره كده في الاستخدام. ده خالي من الكلام ده خالص. فعايزاكم بس يا جماعه الساده المشاهدين يا ريت يتابعوا الصفحه بتاعه سوربامات، هتظهر دلوقتي على الشاشه. عايزه اقول لكم عندهم عروض هايله طول رمضان وغير رمضان، بس لما نتابع الصفحه بينزل كل يوم عروض متغيره، كل يوم بصوره مستمره ليهم عروض جميله. ويكفي ان هم عبواتهم دايما عليها اكياس فري، يعني العبوه ال 50 جرام عليها 5 اكياس فري، العبوه ال 100 جرام عليها 10 اكياس فري، فما شاء الله بيعملوا عروض في منتهى الجمال. ده غير ان منتجهم حقيقي فاق الجودة، وده كمان بينزل عليه في سعره ديسكاونت على سعره. بالظبط. اللي هو الكيس الكبير. يتابعوا بس الصفحه بتاع السوربامات الساده المشاهدين، وان شاء الله هيتابعوا العروض اللي بتنزل بصفه يوميه. تمام. كلمينا اكتر بقى عن الحلويات. احنا عارفين يا شيف رحاب ان احنا في رمضان في 50,000 نوع للكنافه، الاقرب لقلبك بقى بسوربامات. ايه اكتر الانواع يعني في المدلعه، وفي انواع كتيره قوي بالكريمه بالستروبري بالمانجا بالبرتقان، قولي لنا بقى الاقرب لقلبك بسوربامات. انت بتحبي تعملي لاهل بيتك ايه؟ بصي انا اولادي يعني مجانين حلويات طبعا، وانا بصراحه كانت دي مشكله عندي في البيت، لان انا على طول السكر العادي بستخدمه وبتاع، فطبعا ده خطر. لكن بعد ما عرفت ما شاء الله منتج سوربامات، يعني عايزه اقول لك بعمل كل يوم كنافه، قطايف، جلاش، بسبوسه، ما بقاش بقى قلقانه خالص لا على الولاد ولا على البيت، لان انا حاسه ان انا وعارفه متاكده ان انا بستخدم لهم سكر امن على الصحه. احنا شايفين الشربات بيغلي. بالزبط. ودرجه الحراره حضرتك ولا قلقانه ولا خايفه من ان هو يتعرض لدرجات حراره عاليه، لان انت حضرتك قلت لنا وعرفتينا يا شيف رحاب ان هو بيتحمل درجات الحراره العاليه، فينفع نخبز بيه، ينفع نعمل بيه حلويات، ينفع نحطه في المشروبات السخنه او هنقول السناكس بتاعتنا زي النسكافيه والقهوه والحاجات اللي بعد الفطار الحلويات. لما جبته للولاد في البيت كانوا مستغربين ان ازاي ماما انت هتعملي بسكر سوربامات الدايت هتعملي بيه عسل للكنافه او للقطايف او للجلاش، فطبعا هم ما صدقوش الكلام ده غير لما جربنا وعملنا فعلا العسل، وطلع الطعم بتاع العسل نفسه مش متغير، يعني طعم العسل ما فيهوش مراره زي السكر الابيض، سكر طبيعي بالظبط، بس ده امن وصحي وكمان حلو للي بداوا دايت. بالظبط. وحلو كمان للي وخالي طبعا من السعرات الحراريه. انا عايزه اقول لكم احنا اللي بعد رمضان على الانسولين بنطلع بقى اجسادنا فظيعه، فده نستخدمه واحنا كده مطمنين ومش قلقانين خالص من السعرات الحراريه ولا من زياده الوزن. شيف رحاب طبعا دردشت معاكي قبل الحلقه وما شاء الله تبارك الله، عرفت ان حضرتك متالقه على اليوتيوب وعندك فانز كتير قوي. عايزه اعرف بقى ايه اهم الوصفات الحلويات اللي انت عملتيها واكتر نسبه لايكات جاتلك لو استخدمتي سوربامات في الاكله دي، قولي لنا بقى غششينا كده واعرفي الساده المشاهدين
طريقة سلسة وسهلة للعرايس اللي أول مرة يقفوا في المطبخ وأول مرة يبدأوا في عمل كنافة. تمام، أنا عندي صفحة باسم شيف من غير شيف، هي مكتوب عليها أرحاب أحمد. طبعا ندي طبعا كل ذي حق حقه، أنا صفحة بتاعتي اسمها أرحاب أحمد، عاملاها على الفيس وعلى اليوتيوب، فيها معظم وصفاتي بالسكر بتاع الشوربة للمبتدئين وللعرايس طبعا وللناس اللي هي لسه قايمة تخش المطبخ. طبعا العرايس معظمها لما بيجوا يخشوا المطبخ في الأول بيبقوا خايفين من زيادة الوزن، وخايفة بقى عشان تبقى تفضل كده عروسة صغننة. فأنا بقول لك بكل ثقة وأمان، استخدمي سكر شوربة ميت بجد يعني خالي من السعرات الحراريه، اعملي بيه العسل واعملي بيه الكحك والبسكوت اللي جايين بتوع العيد، واعملي بيه الكنافه واعملي بيه القطايف، ما بصي ما تقلقيش منه خالص. والعبوات اللي بينزل عليها عروض تابعيها على الصفحه بتاعتهم لان هتفيدك كتير قوي قوي قوي، واسعارهم ما شاء الله يعني جميله على على الميزات العديده الموجوده في سكر شوربة ميت. طيب قولي لنا بقى على اسهل طريقه لعمل الكنافه غير بالكريمه يا شيف. قولي لنا بقى. عملت على الصفحه بتاعتي الكنافه اللي جابت لايكات عاليه جدا المكشوفه وكانت بالفراوله، وعملنا العسل بتاعها المفروض يكون تقيل علشان المفروض ان هي بتكون ماسكه نفسها علشان تستحمل الفراوله والكريمه اللي بيتحطوا فيها. فطبعا العسل التقيل محتاج سكر كتير قوي، فاستخدمت سكر شوربة ميت ما شاء الله يعني ابهرني ابهرني بجد في العسل اللي عملته. تقل الشربات وطلع فعلا قوام وتقيل بس يا استاذه دينا ما شاء الله. انا عملت يعني سكر بمثابه العسل، عملت عسل بمثابه العسل النحل اللي بنجيبه من بره. الوصفه بقى بمنتهى السرعه كده او بجمع كلم كده تعرفينا قطعت يعني قولي لنا الانجريدينتس ايه؟ طبعا الكنافه والستروبري وقولي لنا بقى. هي بتبقى عباره عن كنافه احنا بنحطها في الفرن، بنحمصها بشويه بس سمنه كده بسيطه، او ممكن تحطيها في الفرن بدون سمنه خالص. ولو حبيتي هتتحمص بدون سمنه ممكن تحطي لها كيس واحد جرام بس من شوربة ميت وترشيه على الكنافه وتدخليه الفرن، هتطلع حمراء بدون ما تستخدمي سمنه ولا سكر ولا اي حاجه خالص. حلو جدا. هتطلع الكنافه حضرتك هتحطيها هتسكنيها بس كده في صينيه او في بايركس على شكل المكشوفه اللي هي طالعه موضه ديت، وبعد كده بالظبط. وهنحط بقى الكريمه في النص بتاع الكنافه، وبعد كده قطع الفراوله. المفروض ان احنا بنقفلها وبندخلها التلاجة تسقع شوية وبنطلعها نديها العسل اللي هو معمول من الشوربة ميت التقيل جدا اللي انا بعمله او بقدر احصل عليه بمعلقتين بس من كيسين بس من السكر الشوربة ميت مع كوباية من المية. عايزة اقول لحضرتك جابت لايكات ما شاء الله وابهرت السادة المشاهدين. علشان كمان سلسة وسهلة. بالظبط، وما فيهاش سعرات حرارية وما استخدمت السكر طبيعي، وقدرت اعمل عسل طبيعي او عسل اللي هو بتاع الشربات من سكر دايت، ودي طبعا يعني مش متعرف عليها. صعبة جدا. لا يعني سهل الممتنع يا شيف رحاب. احنا واخدين طبعا على ان الحرمان الدايت حرمان. حضرتك جاية النهاردة تقولي للساده المشاهدين في قناه الصحه والجمال وفي برنامجكم المتميز دايما مع شوربة ميت ان يا جماعه الدايت مش حرمان، عمره ما كان حرمان. انقصي وزنك بذكاء، ما تحرميش نفسك. ايه المشكله لو بعد الفطار نفسك في حته ديزرت واخدتي قطعه من الكنافه او بالستروبري او وات ايفر بقى انت بتحبيها، بكريمه بمانجا بستروبري، بس التحليه بتاعتها بسكر آمن زي شوربة ميت مش هيزود وزنك، وفي نفس الوقت هتستمتعي مش هتحرمي نفسك، وفي نفس الوقت محافظة على وزنك ومفيش أي مشاكل أو أضرار لارتفاع نسبة الإنسولين اللي لا قدر الله ممكن الإهمال طول شهر رمضان إن احنا ناكل بكمية كبيرة لا قدر الله يكتشف إن عندهم سكر في نهاية الشهر. بالظبط. إن جالهم مرض يعني مرض مزمن زي السكري والعياذ بالله. والعياذ بالله. عايزة بقى أوري السادة المشاهدين السكر بعد هو لسه بيغلي معانا على النار، المفروض إن هو بس هنسيبه شوية كمان. تمام. وحطينا ليمون يا شيف ولا لا؟ لا لا ليمون. مش محتاج ليمون كمان. مش محتاج هو ما شاء الله. سكر بس ومية بس. بس. أوكي. وده بقى النتيجه بتاعته بعد ما طلعت، وطبعا دي النسخه اللي احنا عاملينها قبل الهواء. انا بس عايزه اوري الساده المشاهدين مدى لزوجه العسل. لو الكاميرا تجيب بس تقيل. مدى لزوجه العسل قد ايه؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما شاء الله تقيل فعلا يا جماعه. يعني واستحاله بقى حد هيكتشف او هيعرف ان ده سكر دايت. سكر دايت. كل الناس وانا بصب على الكنافه كده في البيت قدام ضيوفي بيفتكروا ان ده سكر عادي طبيعي. انه سكر ابيض يا شيف رحاب. بصي حضرتك مدى لزوجة السكر تقيل. ده غير ان هو استحمل معايا الحراره وفضل على النار لحد ما تقل بالشكل ده، ما سببليش بقى مراره ولا سبب لي اي مشاكل خالص.
حطي براحتك بقى وما تقلقيش خالص. يعني علشان هو خلي السعرات الحراريه حقيقي. ضميرنا مش هيأنبنا يا شيف. لا لا مش هن يعني مش هنتضايق كده ونزعل وليه عملت كده في نفسي، مش هيحصل ده، هنقدر ناكل ونستمتع بالديزرت وفي نفس الوقت محافظين على وزننا وجسمنا خفيف مش بيزيد وما فيش مشاكل مع الانسولين. بس برضو يا جماعه هرجع واقول لكم الالتزام والانضباط حلو في كل حاجه، مش معنى بقى ان احنا قلنا لكم سوبرمات كله مميزات ان انتوا تاخدوا مع سوربامات وتستخدموا السكر التاني خلاص انتوا مش هتبقوا محتاجين للسكر الابيض. بعد استخدامكم لسوربامات انتوا هتكتفوا بيه. طيب نرجع تاني نراجع المعلومات او النصايح من سوربامات، بيتحمل الحراره، كملي لنا بقى النصايح. خالي من الاسبرتام، خالي من المواد الحافظه، ما فيهوش نسبه المراره الموجوده يا جماعه في اي سكر دايت متعارف عليه. يعني بعد ما بتحطي معلقه او كيس السكر بتاعك على الكوبايه مفيش نسبه مراره في بقك من السكر، ودي بالنسبه لي يعني اكبر ميزه. تحليته عاليه جدا، يعني الكيس الواحد جرام بيعادل معلقه صغيره اللي هي الاربع جرام من السكر الطبيعي، يعني انت مش هتقدري تستخدمي الكيس كله اصلا. منتج فائق الجوده، عالي الجوده، من مصدر فرنسي، يكفي ان هو فيه المميزات دي كلها. انا بالنسبه لي كست بيت يعني مش محتاجه تاني حاجه اكتر من كده. تمام، وطبعا يعني ادينا نصايح اكتر بقى غير عن الكنافه. احنا عرفنا النهارده طريقه سهله وسلسه وجميله جدا ان احنا نعمل قد ايه الكنافه سلسه وبسهوله ويبقى طعمها تحفه. عايزين نعرف نصايح تانيه لحاجه بقى قريبه من قلب الشيف رحاب في الديزرت. ايه اسهل طريقه وكل الولاد بيحبوا؟ انا بس عايزه اكمل بقيه الكنافه هنا. أيوة. واحنا بنتكلم وانت هنصب بقى برضو. قلنا اسهل طريقه يا شيف النهارده العرايس والبنات الصغيرين اللي اول مره تقف في المطبخ عايزين نحببهم في الحلويات وفي نفس الوقت نقول لهم وزنكم مش هيزيد يا جماعه، هتقدروا تستمتعوا باكل صحي وممتع بدون ما تزودوا وزنكم وبدون لا قدر الله ما تتعرضوا لامراض مزمنه او المشاكل الكثيره اللي بتحصل من كتر الحلويات. مفيش اسهل لهم بقى. مفيش اسهل من كده يا استاذه دينا. الكنافه احنا بنحط طبقه الكنافه تحت ونعمل الكريمه بتاعتنا بدون سكر خالص. طب اللي هي نرجع تاني نعيد على طريقه الكريمه. بنحط طبقه الكنافه تحت الكريمه الكنافه طريقه وبعد كده هقول لحضرتك طريقه الكريمه حالا. بنحط طبقه الكنافه تحت ونشربها بس يا دوبك كده على بسيط سمنه بلدي بسيطه لو متواجد سمنه بلدي، مش متواجد خلاص اي سمنه بتقضي الغرض يا جماعه. ونحاول يا شيف نضغط على الكنافه عشان يبقى زي ما حضرتك عاملاها هنا مستويه كده، نضغط بالزبط. عليها باي طبق او اي شيء. والله انا عايزه اقول لك انا ما ضغطتش ويمكن دي المفاجاه. انا ما ضغطتش ولا حاجه، دوبك بس بسكنها. لا لا بسكنها بس كده يا دوبك بايدي على بسيط، وهي او بمعلقه او بطبق او المتاح يا جماعه، لان دي كنافه كريمه. الكنافه كريمه مش متعارف عليها ان انت بتضغطي عليها قوي علشان الكريمه ما تحاولش ان هي تطلع منك من الكنافه. لكن الثانيه بنضغط عليها عشان تبقى مستويه زي البسبوسه اللي هي بالمكسرات. زي البسبوسه تضغطي عليها جامد عشان كلها تقفش كده في بعضها عشان ما تفكش وتمسك كمان في المكسرات اللي جواها عشان ما تفكش في وما تفكش. تمام بالظبط كده. طيب فبعد ما حطينا طبقه الكنافه عملنا الطبقه بتاعه الكريمه، وبتكون كوبايتين من اللبن وعليهم معلقتين كبار من النشا، بنحطهم على النار بعد ما ندوبهم كويس. اول ما يبداوا في الغليان كده بنسيبهم يبردوا ونحضر الكنافه بتاعتنا ونحطهم في الطبقه اللي في النص، وبعد كده ننزل بالطبقه الثانيه من الكنافه كده زي ما انتم شايفين، ونبتدي ان احنا نشربها برده ببسيط جدا من السمنه. اثناء ما احنا بنعمل صينيه الكنافه احنا حاطين عسل سوربميت على النار او سكر سوربميت على النار، بنعمل منه العسل الصحي اللي بدون سعرات اللي بدون اسبرتام اللي بدون مراره في البق. استحاله ضيوفك او اولادك هيقدروا يميزوا ويقولوا ان ده مثلا سكر دايت او ان ده سكر مش طبيعي. بعد نفس الطعم ونفس لكن القيمه الغذائيه هنا اعلى. بالظبط. بعد ما السكر بيتعمل بقى اللي هو الدايت على النار، بعد ما بتطلع الصينيه سخنه من الفرن بيكون السكر بتاعي برد، لازم يكون حاجه منهم هما الاثنين بارده. تمام يا شيف رحاب احمد، انا استمتعت جدا بالمعلومات الصحيه الجميله مع حضرتك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجكم المتميز والجديد اللي كل حلقه بيقدم لحضراتكم معلومات صحيه ومفيده جدا مع سوربامات. كنت معكم دينا حمدي.